هل عندك تجارة ملابس وسبق وعملت إعلانات على الفيسبوك لكن ما حققتش النتائج اللي انت متوقعها؟ من أهم أسباب المشكلة دي تحديد مواصفات الجمهور المستهدف. لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول واحد. لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل. لو عايز تعرف ازاي تحدد مواصفات الجمهور المستهدف في إعلانات الفيسبوك لتجارة الملابس بالذات، تابعنا بعد الفاصل. معاكم محمد صبري من Way to E-Business، القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك. نتشرف بمتابعتكم لينا على كل مواقع السوشيال ميديا واشتراككم معانا في العضوية المميزة المجانية. كل اللينكات هتلاقوها في الوصف اللي تحت الفيديو. هل انت عارف ايه هي اهم الاعدادات اللي بيتوقف عليها نجاح اعلانك؟ مواصفات الجمهور المستهدف وبطبيعة الحال بتختلف من مجال للتاني. النهاردة هنتعرف على ازاي نقدر نحدد مواصفات الجمهور المستهدف لتجارة الملابس لإعلانك على الفيسبوك. كان جالي طلبات كتير بيطلبوا التركيز على مواصفات الجمهور المستهدف لإعلانات الفيسبوك وعلى الأخص في تجارة الملابس، واحنا كنا نزلنا دروس كتيرة جدا من البداية في كورس إعلانات الفيسبوك، والنهاردة هنركز أكتر على مواصفات الجمهور المستهدف. لو ده أول درس بتشوفه في كورس إعلانات الفيسبوك، هسيب لكم الدروس اللي فاتت في الوصف اللي تحت الفيديو. أنا مش عايزكم تاخدوا كلامي بالحرف، لكن عايزكم تركزوا معايا في طريقة التفكير. فمثلا احنا النهاردة هنتكلم عن تجارة الملابس. الملابس اللي أنا ببيعها، هل هي ملابس حريمي، ملابس رجالي، ملابس أطفال، ولا حريمي ورجالي مع بعض، ولا شبابي؟ تعالوا ناخد النهاردة الفرض الأول إن الملابس هي ملابس أطفال. أنا عايزك تجيب ورقة وقلم وتسجل ورايا النتائج اللي احنا هنطلع بيها دلوقتي. أغلب الأوضاع في الأسر المصرية بطبيعة الحال إن اللي بيهتم بملابس الأطفال هي الأم، لأن الراجل بيبقى أغلب الوقت في شغله وبيخلص متأخر وبيرجع هلكان يتغدى وينام، وبالتالي احنا نستهدف النهاردة السيدات مش الرجالة. هنستهدف السيدات المتزوجات اللي عندها أطفال من سن الولادة لغاية 12 سنة. طب هي السيدة اللي بالمواصفات دي هيكون متوسط عمرها في حدود كام؟ مثلا هنقول من 22 سنة لغاية 40 سنة تقريبا. وبعد كده هنبدأ نحدد إذا كانت تجارة الملابس بتاعتك دي هي محلات تجارية موجودة فعلا في مناطق معينة، ولا بتبيع الملابس دي اونلاين بس. اذا كان في محلات تجارية يبقى هنعمل تخصيص الاعلان للناس اللي ساكنة في مناطق معينة. فمثلا لو كان المحل التجاري في مدينة نصر، يبقى احنا ممكن نحدد منطقة مدينة نصر والمناطق اللي حواليها زي مثلا مصر الجديدة. لكن لو كانت تجارة الملابس اونلاين بس، احنا هنحدد محافظة معينة زي القاهرة او القاهرة واسكندرية، لكن ممكن تكون بتبيع اونلاين، لكن الهدوم اللي انت بتبيعها دي براند عالمي واسعاره غالية. ففي الحالة دي في ناس في مناطق معينة مش هيكون عندهم الامكانيات المادية انهم يشتروا النوع ده من الملابس لاطفالهم. ففي الحالة دي احنا ممكن نحدد مثلا مناطق زي المهندسين، المعادي، مصر الجديدة. إذا كنت عايز تضيق الشريحة المستهدفة بتاعتك بشكل أكبر، تقدر تحدد الاهتمام بالتسوق أونلاين، أو ظهور الإعلان في مناطق معينة، أو ظهور الإعلان لمستوى معيشة محدد. الشروط اللي احنا بنقولها دلوقتي دي مش شروط إجبارية، ممكن تحددها وممكن ما تحددهاش حسب رغبتك. طب تعالوا ندخل دلوقتي على الاودينس انسايتس وندخل البيانات اللي احنا المفروض سجلناها مع بعض دلوقتي ونشوف ايه النتائج اللي هنطلع بيها. تعالوا نروح لشاشة الكمبيوتر ونبدأ. هتلاقي لينك الاودينس انسايتس في الوصف اللي تحت الفيديو. وهي دي اداة الاودينس انسايتس. اول ما بنخش على اللينك
اللي موجود عندك في الديسكريبشن، بيفتح لك الواجهة دي، تختار everyone on Facebook ولا people connect to your page. لا بقوله لا والله هنا everyone on Facebook. by default بيقول لي all United States، بلغيها. احنا اتفقنا ان احنا هنحدد مصر country. الايج قلنا من 22 الى مثلا 40 woman. هنخش في الادفانسد relationship status married، والبيرنت هحدد من حديث الولادة لغاية 12 سنة. تعالوا نلقي نظرة على الديموغرافيكس. عندك اول حاجة هنا بيبين لك، طبعا احنا مختارين سيدات متزوجة وعندها اطفال لغاية 12 سنة. الفئة المواصفات اللي احنا حددناها دي هما 73% منهم من 25 ل 34 و 26% منهم من 35 ل 44. طيب طبعا احنا محددين المارد. الفئة اللي احنا محددينها 6% منهم هاي سكول، ولكن معدل التفاعل على الفيسبوك -71، يعني مفيش تفاعل. تمام، فاذا ده هيخليني اخد قرار دلوقتي اقول لكم عليه. الكوليدج هم 90%، 16% منهم متفاعلين، والجريد سكول 4% بس، ولكن التفاعل 153، فدي حاجة كويسة. فأنا المفروض إن أنا أخش بقى في الإديوكيشن وحدد الكوليدج والجريد سكول. بالنسبة للجوب تايتل هنا، ده اللي بيشتغلوا منهم، اللي على الناحية الشمال في كل وظيفة بيحدد لك نسبة الناس دي من التارجت اللي انت اخترته قد ايه. اللي بالاخضر ده نسبة تفاعلهم على الفيسبوك، فبالتالي هتلاقي بالماينس وزيرو، دول انا مش هاخدهم خالص. وممكن جدا ان انا ما اجي اعمل اعلان اخد الاربع وظائف دي وادخلهم، ان انا كمان بشترط ان هو يكون بيشتغل في الوظيفة دي: Protective Service, Education and Libraries, Health Care and Medical Services, Community and Social Service. لان انا كده بضيق الشريحة بتاعتي اكتر. يبقى ده بالنسبة للديموغرافيكس. تعالوا نخش على البيج لايكس. البيج لايكس ده بيبين لي الصفحات اللي هم عاملين عليها لايك: Pampers, Hero Baby Spana, Kids Wear, Nido Egypt. وده معناه ايه؟ يعني ايه اللي انا هستفيده من ان انا عرفت الصفحات اللي عاملين عليها لايك ونسبة التفاعل وكل صفحة عليها قد ايه؟ ان الفئة دي فعلا مهتمية بالاطفال. فئة الشريحة اللي انا اخترتها دي هي فعلا مهتمية بالاطفال، وبالتالي ففي هدوم الاطفال هتلاقيهم انترستد، فاقدر فعلا الاعلان بتاعي هيجيب نتيجة كويس. اللوكيشن، التاب ده بيبين للناس دول ساكنين في أنهي مناطق، وبيبين لك نسبة بتاعتهم بيشغلوا قد ايه بالنسبة لكل منطقة، ونسبة التفاعل برضو الناحية دي. خلاص، فانت هتبدأ تسوق للناس دي. طيب ده مفيد في ايه كمان؟ مفيد لو انا بقى عندي محلات تجارية في حتت معينة، والمحلات التجارية اللي في اللي قريبة بقى من المناطق دي انا هترجتها. يعني انا مثلا عندي محل تجاري في المهندسين، فهشوف ايه المناطق اللي قريبة للمهندسين واحطها في التارجت في اللوكيشن بتاعي، لان الناس اللي ساكنة هناك وهتعرف ان انا عندي محل في المنطقة هيجولي. التاب الاخير ده مهم جدا، وهو الاكتيفيتي، وخصوصا اخر واحدة. بص، الادز كليك، الناس دول بيضغطوا على الاعلانات ويكتشفوا الاعلانات دي فيها ايه بنسبة 57%. فانا ما هنزل اعلان وهيوصل للناس دي هيضغطوا على الاعلان بنسبة كبيرة جدا. بيعملوا بيج لايك، بيعملوا كومنتس على البوست، ودي مؤشر ايجابي جدا، وبيعملوا لايك على البوست كمان. من الحاجات المهمة قوي بقى اللي هتفيدني في الاعلان: الديفايس يوزر. يعني هل الناس الشريحة دي او الفئة دي لما بتتصفح الفيسبوك بتتصفحه من على اللابتوب ولا موبايل ولا الاتنين، ولو موبايل هل اندرويد ولا ايفون؟ تعالوا نشوف النسب. الناس اللي بتتصفح الفيسبوك من الشريحة دي من على الموبايل بس هم 85%، ولكن نسبة تفاعلهم -4. فانا مش ههتم بالناس اللي هي
يبقى انا اما هنزل الاعلان مش هنزله على الموبايل بس. الناس اللي بتتصفح الفيسبوك من اللابتوب او كمبيوتر وموبايل مع بعض هم 15% صحيح، لكن نسبة تفاعلهم تفوق 37%، فبالتالي انا هنزل اعلاني على الاثنين. نيجي نقارن الايفون بالاندرويد. الناس بتوع الايفون هم صحيح نسبتهم 11% بس معدل التفاعل 173% مقارنة بالاندرويد اللي هم 88%، لكن نسبة تفاعلهم بالماينس من الفئة اللي انا اخترتها دي، مش كل الناس. فبالتالي فانا المفروض هخلي الاعلان بتاعي يظهر على الناس اللي بيتصفحوا الفيسبوك من اللابتوب والموبايل مع بعض، ونفس الطريقة اللي اتكلمنا عنها النهاردة بستخدمها لو انا عندي تجارة ملابس خاصة بالسيدات بس، او الانسات، او الشباب، او الرجال. عشان كده قلتلكم في البداية انا عايزكم تخلي بالكم من طريقة التفكير في الحملة الاعلانية زي ما احنا اتكلمنا عنها، مش تطبقوا اللي انا بقوله بالحرف، لان احنا استحالة هنغطي كل الانشطة. احنا بنركز في الفيديو بتاع النهاردة طريقة التفكير في الحملة الاعلانية. لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول واحد. لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل. كده احنا انتهينا من الفيديو النهاردة، اتمنى ان يكون مفيد ليكم. لو عايزين اي فيديو في مجال التسويق الالكتروني او ليكم اي سؤال اكتبوا لي استفساراتكم واسئلتكم في الكومنتس على الفيديو ده. كان معاكم محمد صبري من Way to E-Business، القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انتم محتاجينها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.